انا جعانه قوي، انا هطلب من شكرا لاتصالكم بمج. للطلبات اضغط الرقم 1. مساء الشر، معاكي نعومي، اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ نعم، بقول لحضرتك مساء الخير، اسمي نعمة، أقدر أساعد حضرتك إزاي؟ آه أوكي، سمعت غلط. أنا كنت عايزة واحد هابي ميل وواحد بيج ماك وكمان كولا لارج. أكيد طبعا يا فندم، كده توتال الحساب 55 عيلة فلسطينية. إيه؟ ما يتاخديش في بالك، تحبي تدفعي ونتصرف معاهم إحنا ولا تروحي اليوم بنفسك؟ هيا يا فندم تفضلي. إيه؟ هدفع هدفع. تمام يا فندم، مفيش أي مشكلة، ما توسخيش إيديكي، أصل إحنا متعودين على كده. خليني أراجع معاكي الأوردر. واحد إزازة دم حجم كبير، جاما سايد سايز، واحد بيج ماك، وكمان واحدة ساد ميل. وطبعا عايزة ألفت نظر حضرتك إنه إحنا مش بنقدمهم ولا بيف ولا تشيكن. أمال بتقدمهم إيه؟ أولاد مهد بدون ما يأكلوا، يسلم علي الله. لو مش انت اللي هتقاطع عشان اخواتك، مستني مين يقاطع؟ كل دولار بتقدمه ليهم كأنك بالظبط بتحط لهم رصاصة في طبق من دهب عشان تبقي اخواتك بنفسك. مشاركتك في دي هتتسائل عليها يوم القيامة.